وصلنا في وسط التاون تاون هنا في برمنغهام، والمدينه والله جميله لما بهناك. طبعا قاعد مع واحد صاحبي هنا فابرو، ايش اسمه؟ ووريهم باسمين والله حسبوا معكم اخوكم حسبوا عوض حسبوا عوض يا جماعه. قاعد معه هنا واحد صاحبنا، والمدينه والله ما شاء الله يعني سحالي في التاون، في زعاي وموسيقى وحياه كي شغاله، ما عارفين لو سامعين ولا لا، لكن والله الجو ممتع، جو روعه جدا. رايت يا اسف يعني في ناس كثار شغالين بيعملوا موسيقى وكذا. يا عم انا ذاك يصور لكم ذاك. هي هسه حاليا ماشيين كذي في عندهم تقريبا دي يعني عالم محل كذي فيه الماركت يعني الماركت شوب والستورز، من هي المناطق اللي فيها بازار والمحلات اللي تشتري فيها يعني ملابس وكذي. طالعين فوق بعدين لقينا ناس كثار بيتكلموا تحت يا معلم، المسلمين بجاي عندك طبعا ناس بتتكلم عن الدين المسيحي، وعندك ناس كثار بتتكلم عن حاجات كثيره، لكن يا ما اعرف جيت هنا فجاه لقيت في ناس بتصور هنا ورا التور ده، شايفينه يعني خلفين مباشره مين ما اعرف ناس بتصوروا كذي يتكلموا. ان شاء الله اوكي اسمع Always call the property, so after from the church all the way to the ballads, you're not allowed unless you got the authorities. Come on, شباب كنا قاعدين نصور قبل شوية في المنطقة الكبيرة دي اللي قبل شوية كنا نصور فيها. فجأة طبعا جت حراس يا معلم، الحراس من السكيورتي قال لنا ممنوع التصوير هناك، وقلنا لهم خلاص كويس نعرف الشعب دي معناها بتكورك، لكن ياهو خلاص جيت تاني في زي وزا. Can't use a camera like that in here. I can't film in here. No, no, it's probably just private property. Up there, bro. Yeah, you're not allowed on here. You've got to go off, and then you can use it, but you can't use it on their premises. They just told me to film like this area, but not the other area. No. Who told you that? The other two securities. والله شباب للمرة الثانية وقفوني من التصوير، برضه السكيورتي اجى وقال ممنوع اني اصور. انت ليش مدينتكم دي ممنوع ما تصوير؟ ما اعرف البلد دي كلها يقول لك ارهاب ما اعرف، ممنوع تصوير هنا ممنوع عشان الارهاب وكذا كان في الساعات الاخيرة. المهم ذاتك مش عارف الظاهر ارهابي. اخيرا وصلنا هنا الى تقريبا ماركت سوق الخضار كذا، في خضار كثير. المهم قلت اصور لكم شوية زي ما تشوف هنا، يعني واحد لو جاء مدينة برمنغهام اكيد في مناطق زي دي تشتري منها خضار وكذا، بس هذا لما يكون في مهاجرين كثار. مين اصور لكم شويه ونشوف الحاصل شنو؟ يا هنا سوق مدرمان، تتذكر سوق مدرمان الخضار بالكوره؟ سوق مدرمان ايوه يعني اقول لكم سوق مدرمان في الشعبي، سوق الشعبي نفس الشيء يا مان، الخضار صور الكور الخضار بالكوره. ما هو الناس برضه لنا اصور معك اصور لكم. طيب شباب مشينا السوق البغال هسه اللي حاليا صورنا فيه، وده طلع فيه سودانيين شغالين هناك يعني بالصدفه لقيناهم. احنا قلنا لهم يو انت سودانيين؟ قالوا سودانيين. تحكي عربي يعني. المهم يا والله غلط برنامج وتحس حاليا سخنه، لكن نفس الدقه بتاع السودان كانك تعال تطلب بسرعه، نفس الدقه على السودان يعني عندنا الناس شغاله برا وحاطين البضائع بتاعتهم برا، نفس الدقه والله. برمنغهام دي فيها مسلمين كثار شديد، دي الحاله الكويسه جديده يعني في المدينه حلوه. حاليا ماشيين في التاون كذي معي صاحبي، وفجأة لقيت هنا طبعا مسلمين يعني قاعدين ما شاء الله يعني في العيد صوروا وكذي، هاي كويس عيد. السلام عليكم. ما شاء الله اخوانا طلعوا مسلمين وقاعدين يعني بدأوا على الاسلام حاليا هنا في مدينه برمنغهام، واخذنا منهم كتاب شايفينه تقريبا عن الحج ولا كذي. قالت يا يعني ما شاء الله ما في حتى يعني اول مره في حياتي اجي اشوف مسلمين قاعدين خاطين يتكلموا عن الاسلام كذي في الشارع عاديا، وهنا مشغلين كمان لبيك اللهم الحمد، ومهم قران وكذي. حي سمع جدا، حي سمع شديد لما تجي في محل ويكون في مسلمين شديد، يعني ما شاء الله غايته مدينه سمع شديد حلوه.
بعدين جينا في شوب سوداني هنا قلنا يا جماعه نخش اوريكم عنه شويه ويا شوب حلو سام برو. المهم حاليا قاعد في البقاله هنا وقلنا اني نتقابل مع سيدنا. السلام عليكم يا دفاع، كيف الاخبار؟ ان شاء الله طيب. اخبارك شنو؟ كله تمام الله يكرمك. ورينا ايش عندكم هنا في البقاله؟ عندنا في البقاله كل الارياح السودانيه، ارياح خليجيه. حلو حلو حلو. الذهب بالدور، طب الذهب عندك هناك 100%. استون، استون دي برضه شبابيه. عندنا الثياب السودانيه، عندك الثياب السودانيه. وين الريحه؟ استون مثلا، استون برضه. يا جماعه عارفين الريحه دي؟ ما اعرف استون دي في السودان هناك، دي مشهوره شديد يعني في الخرطوم بالذات، لو واحد جاي من السودان ما اعرف. المهم حلو حلو. عندنا ثياب سودانيه برضه. عندكم ثياب سودانيه؟ مظبوط. غريب عندنا ثياب سودانيه هنا شباب، ثياب توتال. وعندنا برضه الدفره والخمره والحاجات دي كلها. اي شيء سوداني، كل شيء سوداني موجود عندنا. حلو، تشرفونا اي وقت واهلا وسهلا ومرحبتين 100%. طبعا طيب خلاص وريني الادرس تبعكم. هنا عندكم ادرس؟ نحن في سترايفر وود بيمنج. عندكم وريني الكارت قبل دقيقه. حان ده الكارت تبعه الحين. عندهم كارت لو طيب دقيقه اخذ لهم قريب. يا جماعه اللي عاوز اي حاجات سودانيه يتصل بالكارت ده ينورنا في اي وقت. يا ينورنا في يشرفنا. اهلا وسهلا ومرحبا. شكرا لك كثير يا اخي، الله يعافيك. كويس والله 100%. غاتب غالي حلو شديد يا شباب. الله يعافيك. شوفوا السلام عليكم.